أكد معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب على أن موضوع أمن واستقرار دول مجلس التعاون والسعي الجاد والدؤوب للتصدي ومكافحة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله مع الاهتمام بتعزيز سبل التعاون الاقتصادي والاستثماري هي أولويات للدول الآسيوية كافة، مشددا على أن تحقيق هذه المطالب ينبغي من جميع الدول التحرك الجاد والفعلي برؤية واحدة وتكاتف مشترك نحو تحقيق هذه المطالب. جاء ذلك خلال جلسة مباحثات التقى فيها فخامة السيد جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة صباح اليوم بمعالي رئيس مجلس النواب والوفد المرافل والوفد البرلماني الزائر في القصر الجمهوري بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا. وأشار الوفد النيابي إلى أن زيارة مجلس النواب إلى جمهورية إندونيسيا الصديقة تأتي تأكيدا ورمزا للصداقة البرلمانية التي تجمعنا بالبرلمان الإندونيسي، وفرصة طيبة للتعاون البرلماني ودعم التعاون الاقتصادي والاستثماري في ظل التطورات السياسية والمتغيرات الاقتصادية التي يمر بها العالم. ناقلين تحيات جلالة الملك المفدى حفظه الله لنظيره الإندونيسي وما يحظى به وحكومة وشعب جمهورية إندونيسيا الصديقة من تقدير واحترام كبيرين من الجانب البحريني. ومن جانبه تقدم رئيس مجلس النواب بجزيل الشكر والامتنان إلى فخامة رئيس الجمهورية على حفاوة الاستقبال والضيافة، مؤكدا على استمرار المجلس النيابي على ذات المنهاج والوتيرة في الدفع بمزيد من التعاون والدعم في مختلف المجالات بين البلدين الصديقين. تأكيد العلاقات الثنائية بين البلدين وتأكيد أواصر الروابط بين شعب مملكة البحرين وجمهورية إندونيسيا، وكذلك تطرقنا إلى الأمور السياسية والاقتصادية وإمكانية زيادة الاستثمارات البحرينية في الجمهورية الإندونيسية، وبالمثل كذلك زيادة عدد الشركات الإندونيسية في مملكة البحرين، وكذلك تطرقنا إلى الدور البارز الذي يقوم به مجلس النواب الإندونيسي في دعم ومساندة مملكة البحرين في المحافل الدولية من خلال البرلمانات الدولية. هذه أعتقد أهم النقاط التي تم التطرق إليها أو تباحث فيها بين الطرفين في هذا اللقاء.